وينضم إلي من واشنطن الدكتور حسن منيمنا الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور حسن. إذن هناك اتفاق ومباحثات أمريكية عراقية حول الانسحاب التدريجي للجيش الأمريكي من العراق، يعني قد يكون هذا في غضون أشهر كما ورد في الخبر، ولكن هل هذا يعني بأنه بعد أشهر قد تكون الأمور قد هدأت في الإقليم في المنطقة أم ماذا؟ ولماذا في هذا التوقيت يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذه الخطوة؟ لابد هنا من الإشارة إلى غرابة الوجود الأمريكي في العراق. العراق دولة ذات سيادة وهي على علاقة طيبة مع الولايات المتحدة، ولكن الوجود العسكري الأمريكي في العراق يخضع لقرار أمريكي، أي أن الاتفاقية المعقودة تنص على أنه لانسحاب القوات الأمريكية لابد من توافق بين الجانبين، وقد مضت الأعوام والعراق يطالب فعليا من خلال الهيئة التشريعية على الأقل يطالب القوات الأمريكية بالانسحاب، ولكن بطبيعة الأحوال الولايات المتحدة لم تكن تريد ذلك وهي إلى اليوم لا تريد ذلك. هناك حقيقة غرضين للوجود الأمريكي في العراق. الغرض الأول هو محاربة تنظيم الدولة، وهذا أمر قد تم، ما تبقى منه اليوم هو التأكد من أن هذا التنظيم لن يعود إلى إعادة التشكل بعد هزيمته. والغرض الثاني وهو غير معلن ولكنه أساسي بالنسبة للولايات المتحدة هو المساهمة في تطويق إيران من خلال التواجد العسكري في عدة مناطق على بشكل دائري حول إيران إذا شئت. إذن الحديث عن انسحاب أمريكي أو عن خروج القوات الأمريكية أعتقد هو يأتي اليوم من باب التنفيذ، لأنه منذ أن ابتدأت الحرب في غزة والفصائل الموالية لإيران في العراق وهي فصائل متداخلة مع الحشد الشعبي، والحشد الشعبي أصبح جزء من المؤسسة العسكرية العراقية إذا شئت، هذه الفصائل تقوم بهجوم على القواعد الأمريكية باعتبارها قوات احتلال وقوات داعمة للحرب الإسرائيلية على غزة. نعم. إذن أعتقد بعده من باب التنفيس القول بأن هناك اليوم محادثة في هذا الشأن، لا أعتقد بأن المصلحة الأمريكية سائرة في هذا الاتجاه. سوريا مسألة نعم كنت سوف أسألك عن سوريا، وخاصة أن بعد أن نشرت فورين بوليسي الخبر بأن واشنطن تخطط أيضا لسحب قواتها من سوريا، بعض المصادر وبعض الشخصيات العسكرية الأمريكية التي شغلت مناصب من قبل كذبت هذه الأنباء، فهل الأمر كذلك في سوريا؟ وهل هناك من تشابه؟ وهل أيضا يعني هذا أن التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط سوف يبدأ في التراجع في الفترة القادمة خاصة بعد انتهاء الحرب في غزة؟ لا نعلم متى تنتهي الحرب في غزة، ولا نعلم إذا كان التواجد الأمريكي ككل هو الذي معرض للانسحاب. طبعا هذا هدف معلن لإيران ولحلفاء إيران، ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل ذلك، والمصلحة الأمريكية قد لا تقتضي ذلك. سوريا مسألة أخرى، أقول لأن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا لا يخضع لنفس الاعتبارات البعيدة المدى كما هو في العراق. هو كان تحديدا محاولة لكي يكون للولايات المتحدة دور في الواقع السيء في سوريا، طبعا ليس دورا منتجا باعتبار أن روسيا كانت ولا تزال ضابط الإيقاع إلى حد ما، ولكن على الأقل دور يسمح بعرقلة المشروع الروسي للتأثير على الواقع في سوريا. ولكن بالإضافة إلى ذلك طبعا محاربة تنظيم الدولة، تنظيم الدولة انتهى وإن كان بإمكانه أن يعود إلى التشكل، وليس هناك رؤية أمريكية، ليس هناك خطة أمريكية للتعاطي مع الواقع السوري، وبالتالي الوجود الأمريكي في سوريا كاد أن يكون لجملة عوامل مرحلية، منها مثلا مساندة قوات سوريا الديمقراطية والتي كانت قد ساهمت في مواجهة تنظيم الدولة وبالتالي نوع من الوفاء لها، ربما كذلك للضغط على تركيا أو للظهور بمظهر من هو قادر أن يمنع تركيا من أي عمل عسكري في سوريا. ولكن حقيقة الرغبة الأمريكية بالانسحاب من سوريا ترددت كثيرا، ليس في الأوساط العسكرية والتي ترى بأن الوجود بحد ذاته له إيجابيات، ولكن في الأوساط السياسية. لذلك فإن حسابات الربح والخسارة اليوم
مع حرب غزة قد تدعو بالفعل الولايات المتحدة إلى الانسحاب من سوريا، نعم. ولكن لا أرى بأن هذه الحسابات تدفع باتجاه انسحاب من العراق، وإن كان الكلام حول الانسحاب من العراق حاجة أمريكية من أجل تنفيذ هذا الواقع حقيقة الغريب الذي تقدم فيه الولايات المتحدة على ضرب مجموعات تابعة للدولة العراقية متخطية السيادة العراقية و الظاهرة بمظهر من لا يحترم سيادة الأصدقاء والحلفاء. نعم، يعني إذن هو أمر لا يشبه كثيرا الانسحاب من أفغانستان عندما قام الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ هذا القرار فيما يتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان. قد تكون الظروف مختلفة والدوافع أيضا مختلفة. شكرا جزيلا لك، كنت معي الدكتور حسن منمنة الكاتب والباحث السياسي، كنت معي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.